شباب يمكن لي شوى إشي كل لي شوى الله نصر الله وصاحي كل الله نصر الله وصاحي كل أعزائي المشاهدين نحن معكم مباشرة من الضاحية لنشوف هالمظاهرة عم بيحاولوا يعملوها الشباب. شباب شو عم تعملوا؟ إيه نحن هم موجودين يعني بالضاحية. شكتي يا أخت بلشاش بلشاش يا أخت إشي يا شيك نحن عم نعمل نهار السيارات إشي مزبوط. لكن كيف هي الضاحية مليني سيارات شفتش؟ يعني بفهم من حكيكم إنه عم تحاولوا تردوها لأهالي الأشرفية؟ لا بالعكس يا شيك بالعكس إشي نحن أحسن منهم بكتير مزبوط. نحن إشي بدنا نعلمهم الحضارة. هلا إذا بتملوا الضاحية سيارات بتكونوا عم تعلمون الحضارة؟ إشي أنا أنا بحكي يا أخي أنا بحكي أنا خلي خلي حبيبتي. لكن كيف هي الضاحية مليني سيارات كتير كتير حلوة كتير جولي؟ يعني بالمختصر يا شيت لا للتلوث إشي مظبوط. إيه بس المفروض إذا ما بدكن تلوث ما يكون في ولا سيارة بالضاحية. لا يا شيت إشي إذا بدنا نعمل مثل الأشرفية إشي نخرب الضاحية بالتلوث بتصير كل تلوث بتلوث إشي مظبوط مظبوط. يعني هلا إذا شلتوا كل السيارات من الضاحية بتصير ملوثة؟ أكيد لأن يا مشحرة بصير ساعتها بدي يجوا نويب 14 آدار ويكذروا عني بالضاحية وخدي بقى على قرف وتلوث إسي. برافو عليكي يا إختي برافو على الجواب إسي كلي سوا الله نصر الله وضاحية كلي.